مساء الفل. هترسميها ازاي من غير ما تنضفيها؟ هي ايه؟ ايه اللي محتاجه انضفها ده عشان تترسم؟ اقول لك خشي عندك اغسليها بطوبه. الدرجه دي؟ هي محتاجه طوبه هي ايه؟ ايه هي دي؟ اغسليها بطوبه ليفه. ليفه احن برضه عشان ما تعورش. هي ايه؟ ايه هي حضرتك دي؟ ليفه. لا مش قصدي على الليفه، انا قصدي على اللي يتغسل بالليفه. مين اللي تعمليه؟ بس هتشاري حيطه حلوه تنقبى لما تنقبل الواحد يشتغل فيه. هو حضرتك شكلك وفيه وده باين من الكتابه اللي على الفيديو يعني، بس انت ليه مصره تخلي دماغنا تروح لبعيد؟ يعني ايه هي؟ اغسلي رجلي. رجلها انا قلت كده. قلت كده برضه. يلا لو في جين معاناه الكوافرجيه انت الزبائن هتبقى عندك كده كده، ده انت ربنا هيكرمك كرامه. فرح الناس بتفرح يعني عقبال عنده الواد لابس اخضر من شكح قوي. عيد ميلاد يعني وكل سنة وحضراتكم طيبين، الناس بتفرح عادي يعني. تعالوا يا حبايبي تعالوا في حضني، تعالوا في حضني، تعالوا يا حبايبي يا عمر. انتوا حبايبي حنينة قوي دي محتويانا. ولا نعم اسم حضر يا حنين. مش هتكلم انا. قال لما يبقى راجل قدامي حسسني بحنيته، محسسني اللي هو بيطبطب عليا، بيحسس عليا. بيعمل ايه؟ بيحسس عليا. ساعات عفويتنا الزياده دي بتودينا في داهيه. اه والله في 60 داهيه. عايز ايفون 14 برو ماكس ويطلع ايه البروتين ماكس ده ان شاء الله. بروتين ماكس ايه بس يا بابا؟ بقول لك 14 باك. لا نمنشن، نمنشن اللي خالد يوسف بسرعه الواد عمل دوره ودور ابوه وانا صدقت. كمان كل صحابي جايبينه. ويطلع بكام ال 14 ماكس ده؟ 50,000 بس يا بابا. 50,000 50 عفريت لما ينططوك وتليفونك ده ايه؟ مش بيقول الو؟ اقنعوه اقنعوه ان هو مجرد تمثيل ليس عليه اتقاله كده. عمو عمو الهاني يا عمو مش قادر في ملك عليك واحد. ايه ده احنا نصدر مواهب بقى، صدر لهوليود ولاده والله طول عمرها ولاده مصر. دلال ياما وش البلاوي كلها، دلال اللي كربت علينا وقالت لها انها حامل وصعدت نفسها وهي ما بتخلفش ياما. ده هي اللي كانت مفجره بلال شمال اللي يخطف الواد ياما. طب بعيدا عن دلال اس الفساد يعني ادي لامك فرصه ترد يعني اقنعني. محدش ياكل عيش من ايد دلال لحد ما اجي مش بعيد تيتا ولاده والله ما هي ولاده. ده عارف بس مؤخرا يعني ان النت بيجيب فلوس فداخل بتقله يعني داخل يعوض. يعني هو حرام عشان نفسهم ياكلوا، هو مش حرام اللي انت عاملاه فينا ده. امشي. ضحكت خدت حظي، عيطت خدت حظي، طبخت خدت حظي، غنيت خدت حظي. الواد انت فقريه بقى. كله حظر في حظي، يا لهوي على السواد يا ولد. سواد؟ هو الحظر ده يعني سبب الحقد يعني مش سبب ان انت فقريه خالص؟ ده انا حارقه ناس كتير قوي. اه يبقى عشان الحقد. طب كلمه ليهم بقى. اتفضل يا فندم، اتفضل رزعي. يا رب حوش عننا المحروقين مننا، عيونهم راشقه فينا وباصين لنا في رزقنا. الله الله ما تكتفيش برضو بكده يا بخاري برضو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحشتوني قوي 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 قوي. نفسيتي كانت مدمره بس انا دلوقتي هرجع لكم اللي فات مني. يلا دلوقتي هنفتح اللايف ونرقص ونعمل كل حاجه. ولا انت بتتكلم لي كده ولا بتتكلم؟ مش كفايه الفقر اللي احنا فيه؟ طيب يعني هاتولي السلعه العام بسرعه. سلعاوي كلم كريم. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي.
زي اي يوم انا نزل رايح الشغل مش طايق نفسي اساسا، ما انا رايح الشغل يعني مش رايح الساحل، فطبيعي ان انا ابقى مش طايق نفسي. المهم واقف مستني ميكروباص عشان اركبه يوديني الشغل، جه ميكروباص قمت راكبه واخدت الكرسيين اللي جنب السواق، ما الجو حر اساسا والفرهده واقفه مش ناقص ان حد كمان يجي يلزق جنبك. سواق انا ركبت جنبه، يعني هو مش شارب برشام، لا ده برشام هو اللي شاربه، يعني برشام واكل وشه اساسا ولسانه تقيل وحاجه يعني ما يعلم بها الا ربنا على السوق. كنت مديله 10 جنيه عشان ياخد اجرته يعني، فرجع لي 5 جنيه وتمام قشطه يعني مفيش اي حاجه. بعديها بدقيقتين لقيته بيقول لي، بقول لك يا صاحبي وانت خدت الباقي؟ قلت له اه يا عم تمام. قال لي لا يا عم لا لا انت ما خدتش الباقي بتاعك، ايه خد الباقي بتاعك. قلت له يا عم والله خدته، انت مطلع الخمسة جنيه بتاعت اللي هو مداني اهي والله اخدت الباقي. قال لي لا انت ما خدتش وبتكدب. قلت له يا عم هكدب عليك ليه؟ وانت مراتي عشان اكدب عليك. قال لي لا ده انت كده بتكدب على اخوك رنجة وكده رنجة حقيقي. قلت له لا يا اخويا ما يصحش، ده كله اللي زعل اخويا رنجة، هات اخويا الباقي ولا تزعل نفسك. المهم اخدت منه 5 جنيه تاني وفضلت بقى قاعد وماسك ال 5 جنيه في ايدي. المهم المعلم ماشي عمال يرمي شمال في يمين في يمين في ولا كانه الشارع فاضي ما فيهوش عربيات والدنيا اصلا يعني زحمه جدا، راح رامي عربيه نص نقل اللي هي نص نقل اللي بيبقى فيها صندوق من ورا دي راكب فيها 2 صعايد وعينك ما تشوف الا النور. قعدوا يزعقوا ويشتموا مش عايز اقول لك عملوا ايه. بيقول لي هم مالهم؟ قلت له ما فيش حاجه خارجه، يمكن ناس نفسيتها تعبانه ولا حاجه، ما بتعرفش ظروفهم يعني، مش غش دماغك انت بالكلام ده. اصلا مش سامع غير هو صب ونو. قلت له يا عم هو صب ونو هو انت سايق في افريقيا بارك انت رنجه عمال تزن عليهم بالعربيه؟ قال لي يا عم مزنوع عليهم ايه بس وبتاع، انا راكب جنبك اهو في العربيه ما منزلت. قلت له رنجه ما انت اصلا بتزنق عليهم بالعربيه، انت ما فيش عربيه عدت اصلا انت ما زنقتش فيها، او انت كنت شغال متحرش ولا حاجه يا رنجه قبل ما تسوق؟ باصص لايدي كده وانا بشاور بيها وماسك فيها الخمسة جنيه. فقال لي بقول لك يا صاحبي ما تجيب الخمسة جنيه دي وخد 10 جنيه عشان ما يش فك اديك الباقي. قلت له يا لهوي والله العظيم يا عم انا اخدت الباقي. قال لي على الطلاق بالثلاثه، كون سعديه النهارده اخر ليله ليها على ذمتي، ده تجيب ال 5 جنيه دي وتاخد او انت هتتجب على رنجه ولا ايه؟ ده انا رنجه. قال لي خروجه مع اصحابي لما اقصى انا صاحبي بصرف الباقي. لا اخوك سايق عربيه اه بس ما غرقش يعني، اخوك سايق بس العربيه دي هوايه مش اكتر. يا عم هوايه ايه؟ هوايه انت فاكر نفسك عمر خيرت؟ قال لي مصمت. قلت له يا عم مصمت يا اسطى انت جعان يا اسطى ولا حاجه؟ هات اصل 10 جنيه دي طالما حلفت بالطلاق انا ما يهونش برده عليا سعديه. قال لي حبيبي اخو الصحاب حبيبي انت عارف يعني الدنيا دي لازم تمشي فيها بلبوص عشان تعرف تتعامل مع الخلق دول وتلحشات. قلت له اه كلامك كله حكم كلامك كله بس بامانه يعني احنا كده ممكن ناخد برد. قال لي عم برد ايه يا عم بقى انا بكلمك نجازا نجازا. قلت له ايه نجازا يعني قصدك مجازا؟ قال لي اهو كده هو لازم تديها ظهرك عشان تعرف تتعامل في الدنيا دي. قلت له اه سلام بقى يعني تديها ظهرك وانت كمان بلبوص يعني ده انا اتعلمت منك كتير قوي اخويا رنجه والله يا رب المشوار الاسود ده يخلص. بعد بدقيقتين كده لقيته بيبص لي بيقول لي ما انت خدت الباقي. قلت له انا خدت الباقي 3 مرات يعني ولو عايزني اجيب لك شهود من المحكمه انا ما عنديش مانع. قال لي يا عم براحتك براح يولع جنبك ده ولا ما خدش الباقي ثواني بس افك عشان معيش فكه عشان اديله الباقي. وطبعا اللي قاعد جنبي ده انا اللي هو انا برضه ما انا اخد الكورسين يعني فهو راح يفك عشان يديني الباقي تاني. لو كنت كملت اليوم مع رنجه انا كنت يعني طلعت بيوميه محترمه يعني يوميه بالتنايه بس كنت هصرف على العلاج لان رنجه ما كانش هيعدي اليوم كده من غير حادثه. فنصيحه يعني يعني زمان كان بيقول لك اختار الجار قبل الدار وانا دلوقتي بقول لك اختار السواق قبل ما تركب معاه الميكروباص عشان ما تقعش في رنجه. هي رنجه حلوه اه وكل حاجه بس مع بصلايه نقعد ناكلها مع شويه طحينه، لكن ما ينفعش تركب ميكروباص.